كابتن مختار، قبل ما نختم حلقتنا انت الاوتوجراف قدام حضرتك، هتكتب فيه كلمه لبرنامج. لا في القلم وفي كل حاجه ما تقلقش. انت جايب قلمك معاك ولا ايه؟ لا 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 مش قلمي، نظارتي. انت بتمشي بالنظاره دلوقتي؟ اه طبعا. اعمل ايه؟ هتكتب دلوقتي كلمه لبرنامج المجري، والمجري مش اسم بس عشان مصطفى عبده، لا ده اسم البرنامج اللي هو في قناة النادي الأهلي اللي هي بيتنا جميعا. ونتمنى يا رب الدوام والصحة والعافية ليك ولجمهورنا الجميل اللي إن شاء الرحمن زي ما أنا قلت لهم افرحوا، اللي جاي أحسن من اللي فات إن شاء الله. نعم. أخي وحبيبي مصطفى عبده، أنا فعلا سعيد جدا أني أكون معاك في بيتي وبيتك قناة النادي الأهلي، وهي نتاج نادينا الأم النادي الأهلي. وأتمنى من الله أن يكون برنامج المجري من أفضل البرامج الرياضية على مستوى هذه القناة، لأن أخويا هو الذي يديره، فلك مني كل التوفيق. أخوك مختار مختار. يعني بعد الكلام ده كله أظن بقى مفيش حاجة أحسن من كده. أنا بشكرك يا كابتن مختار على تواجدك معانا، والسادة المشاهدين طبعا أكيد استمتعوا بكل الحديث. يمكن أنت قلت لأول مرة تقول على حاجات. إن شاء الله نتمنى من كل قلوبنا إن احنا نتقابل على خير. بشكرك يا كابتن مختار. الله يخليك يا مصطفى، أنا سعيد جدا إن أنا أكون معاك النهاردة، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الله يكرمك. كده حلقتنا خلصت مع نجم من نجوم الكره اللي امتعونا على البساط الاخضر وامتعوا جماهير الكره المصريه، على امل اللقاء وحلقه جديده من المجلس.